مرحبا بحضراتكم مرة كمان، وهنتكلم في الفقرة دي عن بطلة الأهلي ومصر في الكاراتيه، بس هي جالها إصابة مؤخرا بعدتها شوية كده، وكانت فترة طويلة، لكن هنطمن عليها ونعرف كمان استعداداتها للفترة اللي جاية وبرنامجها العلاجي وكل التفاصيل أكيد اللي تهم حضراتكم. بس خلينا نرحب ببطلتنا تؤى هشام، لاعبة الأهلي ومنتخب مصر الكاراتيه، وكانت منورانا على فكرة تقريبا من سنة. بونجور يا تؤى. بونجور، ازي صباح حضرتك؟ الهنا عليكي صباح النور. ومنورانا بجد، ثانك يو. وحلو ان الواحد يلاقي بنت اموره وناجحه وبطله رياضه، فيعني ميكس مش موجود كتير. ميرسي قوي. خلينا بقى نتكلم كده في البدايه، عشان برضو الناس اللي بتتابعنا دلوقتي، انت جات لك اصابه، خلينا نعرف او نتكلم عن الاصابه. الاصابه جات لك سببها ايه، وبقى لها فتره قد ايه، وان شاء الله ترجعي مره تانية امتى؟ وانا من حوالي سنه جات لي اصابه قويه جدا، كانت قبل استعدادات بطوله مهمه جدا، كانت قبل بطوله الانسات العالم، فجات لي مزق من الدرجه الثالثه، يعني يعتبر قطع في العضله، فعطلني كتير قوي، خلاني بقى قعدت يعني بقى لي حوالي سنه قاعده هو بسبب الاصابه دي. بس المزق ده كان جاي ايه؟ يعني نتيجة احمال وانا في وتدريب؟ تمرين، وكان احمال، ويعني اصل كان اصابة وحشة جدا. يعني وانا في التمرين حصلت الاصابه دي فجاه، فهي بدون توقعات يعني حصلت. بتحصل طبعا، الاصابات بتبقى نسبها وارده، او نسب يعني بيبقى كتير بتحصل في رياضات مختلفه. بس خلينا نبدا شويه برضو نفكر الناس ليه تقع في الكاراتيه، وازاي التالق اللي وصلتي له، كان بتكلمي عن المنتخب، لعبك على المنتخب، فاكيد رحله يعني رحلة محتاجين طويلة اكيد أوي. نتكلم فيها طبعا. أيوة، الرحلة بدأت عادي، أي طفلة صغيرة راحت لعبت الرياضة، فطبعا كل حاجة بدأت في النادي، يعني النادي بيفضل ماسك اللاعب لغاية ما بيهيئه إن هو يوصل يبقى لاعب منتخب ولاعب دولي. فعادي بقى وأنا صغيرة أهلي لقوني بتميز في الرياضة ديت، والمدربين شايفين إن أنا ابتديت احقق بطولات قاهرة، جمهورية، ابتديت اخش المنتخب واحدة واحدة، بقى ابتدينا نطلع بطولات دولية، الحمد لله جبت عالم. فهي الرحلة بتبقى كده واحدة واحدة من الصغر، يعني هو ده اللي انت حصل. كنت حابه الكاراتيه يعني لا والله هي كانت اصلا؟ باي لك. هي انا دخلتها باي لك خالص، بس انا حبيتها وتعلقت بالرياضة نفسها لما لقيت ان انا باتشيف بطولات كتيرة وكده، فطبعا اي ميدالية بقى وكده، ف الحاجات دي طبعا خلتني اتعلق بالرياضه اكتر. انت هو في كذا نوع من الكاراتيه صح؟ هو انت الكاراتيه كاتا وكوميتيه، يعني الفايت اللي هما بيبقى اتنين بيعملوا فايت قدام بعض، كوميتيه. الكاتا بيبقى استعراض، يعني استعراض للشخص لوحده. وانت ايه اني فيهم؟ انا الكاتا اللي هو كاني بمثل الضربه، كان قتال وهمي، حد قدامي بس انا ما لوحدي. دي ليها مواصفات معينة جسدية مثلا المفروض تكون متوفرة، هي ولا طبعا طالما اي حاجة زي استعراضي اكتر ما بتفرقش؟ لا لا طبعا محتاجة تأهيل بدني كويس جدا، يعني تبقى الضربة نفسها عايزة سرعة معينة، باور معين، قفلات معينة، جمبات، لياقة، مرونة، محتاجة فتنس عالي قوي. حلو جدا. طب انتي بجانب رياضة بتدرسي، ناوية تكملي بعد ما تتخرجي؟ يعني خلينا نعرف. انا اتخرجت خلاص هو شكلك صغير يا من تقى. قريب قوي، من اسبوعين لسه اوكي فريش. يا بالظبط. لا انا الصراحه لما ممكن اكون لما قعدت السنه ديت ما حاولتش بقى ان انا، يعني هو كان غصب عني هفضل قاعده، يعني ما كانش ينفع ارجع على طول، فاتجهت بقى ان انا اركز في مستقبلي اكتر. اخيرا بقى نركز. يعني لقيتني ما فيش فاضيه. اوبشن. ركزت بقى في المستقبل، في الدراسه، حلو. وان انا احسن من نفسي واخد كورسات، يعني for myself. انتي يعني بتدرسي ايه اصلا؟ انا business information system. وهتشتغلي حاجة خاصة يعني بدراستك ولا؟ اكيد، يعني اتمنى. اصل في لازم. ناس تحب اللي هي خصوصا بتكلمي بطل رياضي، يقول لك لا انا هكمل لغاية لما دوري يخلص كلاعب، وبعد كده ممكن اتجه للتدريب او الإدارة مثلا. فهل انتي بتفكري في حاجة زي كده، ولا لا عايزة تكون ليكي البيزنس بتاعك او شغلك المنفرد مع الرياضة؟ الاثنين مع بعض. هو عشان انا تعبت في ده وتعبت في ده، يعني انا دراستي تعبت فيها جدا، فمش من الطبيعي ان انا هسيب الدراسه واروح عشان انا بطله عالم اتجه للرياضه فقط. لا، انا ممكن احقق ذاتي في الدراسه بتاعتي عشان ما اضيعش مجهودي، وفي نفس الوقت يعني مثلا لو انا ما عنديش الفرصه ان انا ارجع كلاعبه تاني، انا ممكن امرن بحيث ان انا افيد الاجيال الصغيره، اديهم صحيح. خبراتي، يبقى مسكت العصايه الناحيتين. توع بيتقال دايما، او يعني الناس ملاحظه ان الفتره الاخيره الرياضه النسائيه عامله شغل محترم، وفي طفره كبيره في الرياضات كلها، واللي هنتكلم عن الكاراتيه كمان في طفره كبيره مؤخرا في الكاراتيه خاصه بالارقام.
فانت بتتكلمي في ذهبيات حققتيها، وده يأكد ان مفيش رياضه حكر على نوع معين، يعني مش حاجه مثلا نقول العاب القوه او العنف دي على الرجال، بالعكس البنات لما دخلت اثبتوا نفسهم بشكل كبير. فخلينا نتكلم عن مشاركاتك المختلفه والميداليات الذهبيه اللي حصلتي عليها والقصه اللي هي بتاعت التحديات، لان طبعا احنا دايما بنحتفل مع ابطالنا بالميداليه بالبطوله، لكن طبعا في وراها كواليس كتيره جدا، فخلينا نروح لده. طيب الحمد لله جبت اول عالم واول افريقيا وبحر متوسط ودورات العاب افريقيه سافرتها وبريمير ليجز، يعني الحمد لله المنتخب رحت بطولات كتيره. من ناحيه بقى اللي هو حضرتك عايزه تعرفي ايه تاني؟ معلش الصعوبات اللي واجهتك لان الموضوع مش سهل. الكواليس. الكواليس. ايوه. لا هو طبعا الناس كلها بتشوف ان البطل هو مسك الميداليه واقف على المنصه خلاص، هو ما عملش اي حتى بالظبط، بس هو ورا كل ده في تضحيات وفي مجهود كبير بيتبذل، يعني في تضحيات مع الاسره وتضحيات مع النفس، يعني ما حتى التجمعات العائليه مثلا ممكن لا مش هعرف عشان عندي تمرين، عندي معسكر. يعني احنا دايما كنا في المنتخب احنا قاعدين في المعسكر، يعني مالناش دعوه بحياتنا الخارجيه، احنا مركزين على الجول اللي احنا واصلين له وعايزين نوصل له، مالناش دعوه باي حاجه بره، ما كناش بقى عندنا الحياه الرفاهيه قوي، يعني طبعا دي تضحيه كبيره جدا يعني بتاثر على النفسيه. صح، لا انا بتفق معاكي جدا، الحياه الاجتماعيه الى حد كبير بيبقى ليها يعني توابعها، للاسف بتتاثر بشكل كبير اكتر حاجه. طيب لو حاجه اتكلم عن الكاراتيه في مصر سيدات، وصلنا لفين وواصلين لفين؟ ولو هنتكلم عن البطلات الموجودين كمان في مصر، كلمينا اكتر مين تاني من البطلات اللي ممكن نتكلم سواء في النادي الاهلي او في المنتخب محققين تقدم رائع جدا وارقام جيده. احنا طبعا عندنا اتنين مفيش احسن منهم، ساره عاصم وعندنا جيانا فاروق وعندنا فريال اشرف. طبعا فهما جيانا وفريال في الاولمبيكس اللي فاتت كانت فرصه كبيره ان احنا الكاراتيه دخل الاولمبيكس، كانت اول مره ان هم يجيبوا جولد وسيلفر، فده كان انجاز للكاراتيه حاجه يعني غير متوقعه تماما، فكان انجاز كبير قوي يبقى للسيدات عندنا. وعندنا مثلا ساره عاصم هي ستيل بتلعب، كانت بتلعب في المنتخب بس دلوقتي بقت كوتش في المنتخب، فمش ما فيش بقى حاجه مقتصره دلوقتي عن الرجال والسيدات، بقينا نعمل كل حاجه. حتى كان بيجي يقول لك يا بنتي كاراتيه ايه اللي انت بتلعبيه؟ يا بنتي هو انت هتوصلي يعني لفين؟ حد كان بيحاول ان هو مش يهدمك بس يعني يأثر عليكي؟ كتير يعني ده طبيعي، دي حاجه اساسيه. طب زي ايه مثلا؟ ايه اكتر حاجه او اكتر حاجه ما عجبتكيش اتقالت لك كانت؟ يعني كان بيتقال لي مثلا قبل ما اجيب اول عالم، انا كنت اصغر لاعبه في البنات اللي لعبت معاهم، وكنت دخلت برضو المنتخب انضمام كده باي لك برضو عشان كان عندي اصابه. بس ساعتها اتقال لي ان لا انت داخله كده بالحظ ومدخلينك كده، مش هتسافري، لو كمالة عدد يعني. انت ولا هتسافري ولا هتعملي ولا هتجيبي بطوله، وفي يعني رغم الناس اللي كانت داخله اساسي انا اللي سافرت وانا اللي جبت اول عالم. والله برافو عليك. فاحنا لو قعدنا نسمع السلبيات مش هنحقق حاجه، فالواحد صح. يركز قدامه احسن. انا بتفق معاكي بجد، برافو عليكي. انت كنت في اصابه فترة طويلة زي ما كنا بنتكلم، وملف مهم جدا طرحناه أكتر من مرة مش بس في رياضة كرة القدم، في كل الرياضات، وهي التأهيل النفسي، لأن ممكن إن أنا أرجع كبطل رياضي بعد سنة بعد سنتين بعد 6 شهور وأقدر إن أنا أستعيد القدرة الفنية بتاعتي ومستوايا في الملعب، لكن فكرة التأهيل النفسي إن أنا بعدت سنة، أنا اتأثرت، غيري قدم حاجات عني، الثقة ممكن تكون اتهزت شوية، فكل ده بيحتاج أخصائي نفسي. أولا إزاي قدرتي إن أنت تتدارك كده؟ هل في اخصائي نفسي بيساعدك ولا الموضوع شخصي او ذاتي او بتلجئي لحد مثلا من قريبين ليكي في الحته دي؟ لا هو انا بالنسبه لي طول ما لعبت ولغايه دلوقتي الموضوع بالنسبه لي شخصي، ما لجأتش لحد سبيشال في الموضوع. هو في كوتشز كتيره، بس هو يعني الواحد مع الخبره ومع البطولات اللي لعبها هو بيعرف يسيطر على نفسه، يعني حتى دلوقتي لو لما هاجي هرجع ان شاء الله او كده، هو طبعا في ناس طلعت عليا وفي ليفلز اختلفت وحاجات كتيره اتغيرت، بس هو يعني بالخبره بتبقى واحده واحده بتبقى كويسه، يعني مش محتاج، مش دايما، بس على حسب برضو، مش كله زي بعض، في اوقات بنحتاج. على حسب بيبقى الموضوع بره ايدينا يعني. ايوه. طيب بتشوفي ايه اللي ناقص، ايه اللي ناقص
علشان نقدر نقول ان اللعيبه عندنا تحديدا في الكاراتيه ومع الاتحاد متوفر لهم كل حاجه. ما اقدرش بعد كده اجي لما حاسب لاعب عندي سواء على مستوى السيدات او الرجال ان انا اقول اصل هو قصر علشان ما كانش عنده امكانيات معينه. ايه النواقص اللي انتم محتاجينها؟ احنا في المنتخب طبعا في نواقص كتيره، يعني احنا طبعا مش بيبقى عندنا سبونسر، يعني في اوقات المنتخب مش بيقدر يسافر كل اللعيبه، فانت مش هتسافر، طب انا هسافر على حسابي، انا هدفع المبلغ الفلاني على حسابي، فهو في ساعات لعيبه ما عندهاش الامكانيه انها تعمل كده. في مثلا لبس معين بنجيبه، مش بنلبس اي بدله، مش بنلبس أي يعني لبس معين برضو بيبقى تكلفته عاليه، فطبعا محتاجين سبونسر، محتاجين سفريات. احنا في الكاراتيه بطولات السيريس ايه هي اللي بتساعد ان احنا نعلى في الرانك، فنسافر ان شاء الله الاولمبيكس لو جت تاني او البريمير ليجز، فاحنا كان عندنا تقصير جامد قوي في النقطه دي، السفريات. فكل اللعيبه المميزه بتبقى محتاجه تسافر عشان تعلي الرانك بتاعها. في دلوقتي من غير الرانك في بطولات معينه ما ينفعش تسافريها، فبتضطري تفضلي قاعده محلك سر، يعني انا ما بيبقاش في سبورت بطل عندي علشان ما عنديش الامكانيات الماديه. الامكانيات الماديه دي صعب. طب الاتحاد يعني ما بيرد هو عليكم في ما ايه؟ هو مش ما هو الاتحاد ممكن يسفر لاعب، يسفر اتنين، بس هو ما يقدرش يدي فرصه اكتر من كده، مع ان في لعيبه كتير مميزه بتبقى محتاجه تاخد الفرصه عشان تتالق بعد كده، فهي بتبقى امكانيات ماليه. هل المشهد ده موجود في دول تانية يعني بخبرتك طبعا، وانت اكيد تعاملتي مع دول مختلفه في اللعبه دي وابطال مختلفين، هل بيعانوا من نفس المشكله ولا انت بتتكلمي ان الماساه دي بس عندنا احنا في مصر؟ ما اعرفش عندنا احنا بس ولا لا، مش متابعه بس يعني. بره لا متابعه، بس بره احنا ده ما فيش بطوله كنا بنسمع عنها الا والمنافسين الاقوياء اللي احنا عارفينهم بيروحوها. بطولات كتير ما كناش بنشاركها عشان مش هينفع نسافر، سواء بقى مش مستعدين، سواء ما فيش امكانيه ان احنا نسافر دلوقتي. احنا لما بنبقى في المنتخب اللي بيقولوا عليه احنا بنمشي، يعني حتى لو انت عايز تسافر على ميزانيتك الخاصه وهو المنتخب مش عايز يسفرك، خلاص انت ما تقدرش تعمل حاجه. اوكي، انا اتمنى موضوع التقصير المادي ده يعني ينتهي في كل الرياضات بصراحه، لان احنا مش عايزين نخسر مجهود اي لاعب موجود. طبعا الاختيار في الاول وفي الاخر بيرجع للجنه الفنيه وللاتحاد، هو اللي ادرى مين يقدر ان هو يمثل مصر في اي بطوله، لكن لو الموضوع مقتصر على ان انا ما عنديش امكانيات ماديه، فانا اتمنى ان في يوم من الايام نقضي على هذه المشكله ويبقى في فكر مختلف، ان انا بدعم الرياضيين بتوعي من خلال السبونسرز والشركات اللي هي بتبقى حابه ان هي تعمل نوع من الدعايه بهذا الشكل، بتلجأ لفنانين. اعتقد ان الرياضيين في امس حاجه بكتير عن الفنانين يعني. طيب بالنسبه لجيانا فاروق وفريال اشرف، مثالين اكثر من رائعين، وتحديدا بتتكلمي عن بطلات مصريات ومتالقين جدا او متالقوا جدا ورحله نجاح اكيد طويله، اكيد انت باصه كتوقه برضو كلاعبه انا نفسي اوصل للليفل ده، عشان اوصل للليفل ده محتاجه اشتغل على نفسي، محتاجه حاجات كثيره قوي اعملها. تقى نفسك في ايه تعمليه؟ ايه المستنيه؟ ايه الخطوات اللي انت رسماها عشان اوصل ان يبقى عندنا كمان تقى بطله اخرى بيضاف اسمها طبعا للابطال المصريين؟ هو حاليا انا بالنسبه لي يعني مش عايزه اقول بنسبه كبيره هرجع، بس مثلا 50% انا محتاجه، لو محتاجه ارجع تاني انا محتاجه طبعا زي ما قلت حاجه سبونسر، محتاجه سبورت كبير جدا من المنتخب بقى، من المدربين، لان الرجوع يعني هيبقى محتاج مجهود اكبر بكتير جدا من اللي كان قبل كده. طبعا جيانا وفريال مثل كبير جدا، يعني هم ناجحين في هم دكاتره، هم ناجحين في الدراسه، نجحوا في الدراسه ونجحوا في الرياضه، طبعا اي حد يتمنى يبقى زيهم. بصي انا دايما عندي وجهه نظر، الشخص الناجح ناجح في كل حاجه، مش في ناجح يعني لا يمكن تلاقي شخص ناجح في حاجه والباقي فشل فيها، ده أيوة. ما يبقاش شخص ناجح بنسبه كبيره، بيبقى ناجح بنسبه يعني متوسطه، لكن أيوة الشخص الناجح دايما يكون ناجح في كل حاجه، انه بيعرف يعمل بالانس. هي الرياضه بتعلم ازاي نعمل بالانس في ده وفي ده، وازاي انظم وقتي، يعني هي الرياضه فعلا ليها تاثير كبير جدا في الموضوع ده. ايه اكتر البطولات اللي شاركتي فيها حبيتيها، بنتكلم قاريا او حتى دوليا، وفي نفس الوقت اللي تتمني ان انت تشاركي فيها؟ انا بطولات طبعا اول العالم اللي خدتها طبعا احسن بطولات حياتي. بس برضو بحب اشارك في بطولات اللي هي دوره الالعاب الافريقيه، بتبقى شامله الرياضات كلها، يعني بيبقى فيه كده روح معينه للبطوله دي، ان احنا بنروح مثلا نشجع التايكوندو، بنروح نشجع الهاندبول، بنروح نشجع كذا كذا تيم، فبتبقى ليها روح مختلفه. يعني الحمد لله شاركتها مره في الشبات ومره في الانسات، جبت فيهم فضه،
فلا بتبقى روحها مختلفة وحلوة جدا. تروح أسألك عن تجربتك برضو وبدايتك مع النادي الأهلي، وانت بنت من أبناء النادي الأهلي، إزاي ده فرق معاكي في البدايات؟ لأن أكيد بيبقى ليه فكر مختلف، أداء مختلف، التزام مختلفة. خلينا نتكلم على الفترة دي. هو النادي الأهلي أحسن حاجة فيه طبعا ان هو إدارة قوية جدا. التأسيس كمان هو إدارة قوية، فهو يعرف يعمل أي حاجة، البيز بيبقى مظبوط جدا، يعني تأسيس صح، التزام، وطبعا هو يعلمك بقى كل الانضباطات اللي المفروض أي لاعب عشان يطلع لاعب دولي وعالمي، هو الأساس هو اللي عمله. يعني أي لاعب دلوقتي وصل للعالمية، هو طبعا النادي الأهلي هو اغلب الابطال العالم على فكره في صح، الاهلي ودي حياة في كتير. الرياضات المختلفة. بالنسبه للكاراتيه في كتير قوي في الاهلي ابطال عالم، فهو بيأسس صح، وبيقول بيربي برضو، يعني هي الرياضه تربيه برضو. صحيح. طبعا انا مبسوطة ان احنا اتقابلنا بعد سنة، احنا كنا مع بعض من سنة وانا وكان اكتر بداية الإصابة للأسف طبعا، بس الحمد لله ان احنا اطمنا عليكي. الحمد لله. نفسي ان شاء الله المرة الجاية تكون اقل من سنة ويكون في جديد، تكوني رجعتي مرة تانية وبتشاركي كمان في بطولات. ان كل شاء التوفيق الله. ليكي ان شاء الله. ميرسي قوي، مبسوطه. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم عشان الفقرة الحوارية الأخرى، خليكم معانا.